جابني لهون. فقتي؟ فقت. منيح صحيتي لحالك؟ لسه ما صحيت منيح، راسي عم يجعني. وين أنا هلأ؟ أنت مين؟ ما بتتذكري شو عملتي عندي بالليل؟ نكدتي النادي وأنا صاحب النادي اللي خربتيه. أنا رح أدفع لك تعويض. عن جد خربت كتير؟ إذا عالنادي مو مشكلة، بس أنت ليش نازعة حالك؟ أنا شربت كتير، ولما بلعت السكر. سكر شو؟ هي كيماوي، يعني بلعت حبة. آخر شي بتذكره دخلتي عالنادي، وبعدها صار خيال، عالم غير العالم، ما كان عقلي براسي. بترجاك لا تتركني، بترجاك أو اسحب سلاحك وأوصني. خليني موت وارتاح بقى. صدقني ما خنتك عن قصد يا عمار، كنت وقتها كأني بعالم تاني. أيمن آخر شخص بفكر فيه. صدقني يوميتها تخيلته أنت يا عمار، تخيلته أنت، ما كنت درياني شو عم يصير حوالي، ما كان عقلي براسي يا عمار. يلان بunlar يلان، söylediklerin يلان. Bu kez bana inan، dur gitmek çok kolay. يلان بunlar. مين هاي؟ söylediklerin يلان. انت منيح ما هيك؟ ايه منيح، بس ما جاوبتني على سؤالي لهلا. مين اللي بالصورة؟ شو بدك بهي الأسئلة؟ تعالي نشوف. انت بتعرفي كيف كنتي امبارح؟ حطيتي حالك بموقف بايخ كتير. شو بدك بهي الممنوعات؟ لساتك صبية ولا مو فارقة معك؟ شوف أنا بشكرك كتير مشان مبارح، حقيقة شكرا، بس هلأ ماني بوضع يتحمل نصايح أبدا. أنا ما عم بنصحك، عم بسألك ليش عاملة بحالك هيك؟ مو حرام؟ طيب أمك وأبوكي، يعني إذا عرفوا بحالتك هي قديش رح يزعلوا؟ ما معك حق تعملي معهم هيك. أيوة، شايفة هالحديث اللي مبلش بأمك وبأبوكي وقديش رح يزعلوا عليكي، ما رح ينتهي على خير. يعني بخاطرك أنا رايحة. عادي ما بصير تروحي، عم نحكي مثل الناس اللي بيفهموا. بعدين لساتك ما صحيتي، تشربي شاي ولا قهوة؟ لا يسلموا. أكيد؟
بتعرف شو الغريب بالموضوع؟ انك انت تكون صاحب هيك نادي وغريب كل هالقد عن هيك شغلات عادية. يعني واحد مثلك لازم يكون متعود على نماذج مثلي، مفروض انك بتشوف كتار مثلي هون. استغفر الله. طيب هذا الحب، هذا السم الهاري منين بتجيبوه؟ انت عم تمزح ما؟ ولا لا تكون عم تسلب علي؟ ليش بيمزح بهيك موضوع؟ سألتك سؤال وبدي منك جواب. اللي بده بيلاقيه بكل محل. أما إذا كنت ما عم تسلب علي، يعني إذا كنت ما عم تستغبي، بعطيك جواب بيصدمك قدام ناديكم وحتى جواته كمان. معقولة ما بتعرف؟ أنا مثلاً بديت مع الشاب اللي كنت أطلع معه، أول مرة تعطيت بأول يوم تعرفنا، وكانت بالنادي تبعك. مين وكيف؟ يعني كيف عم يدخلونا جوا؟ لا لا لا، هذا الحديث زاد عن حده وأنا بلشت أتضايق. شكراً على كل شيء، بخاطرك. عادي، ما خلصت كلامي. طيب، بس ممكن تترك إيدي؟ هذا موضوع مهم. ماشي، بس هلأ شو بدك مني؟ مين هو حبيبك؟ لسه عم يجي على النادي؟ شوف، أنا ما بقى لي شغل معه، عم تفهم؟ انتهينا من زمان. ماني مستعدة اتزوج واحد بياع، فهمت؟ طيب أنا بس بدي أعرف مين هو، شو اسمه؟ طبعاً، بعطيك اسمه فوراً. يلا نتجيب ورقة وقلم. بس أنت ما تخافي من شي، وإذا صار مشكلة تأكدي ما رح ورطك، وهذا وعد مني. لساته بيجي على النادي لهلأ؟ ايه. اسمه؟ شو هادية؟ ليش كل هالأسئلة؟ انت عم تحقق معي يعني؟ اهدي ولا تصرخي، لحالك ما رح تطلعي، نطلع سوا. لا يا، وشو السبب؟ بدنا نروح على المستشفى لحتى تبلشي علاجك، ومشان أهلك لازم نخبرهم. ليك، الموضوع زاد عن حده، شو عم تحاول تعمل؟ ما بعرف انت مين سلطك علي، قلي مشان الله. حضرتك اللي تسلطتي علي، ولا ما بتتذكري شو صار مبارح؟ شوف، شوي تانية وبتصيبني نوبة عصبية. انت بهي عيلتك وما عيلتك وعلاج وما علاج عم توترني، حاسة عقلي رح يطير. انا بنت بالغة راشدة. مين انت؟ مين انت لتكون شرطي علي؟ لا طمني، ماني شرطي، انا بس بدي اعرف اسم هذاك الشاب، يعني البياع. اعطيني اسمه. بدري. اسمه بدري، شعره طويل وعنده تاتو. منيح؟ تمام. حاسس انك عم تكذبي. هاي مشكلتك.